إنسانة ملتزمة، زوجي ملتزم. هذا الإنسان زوجي حكى إنه بالسفرة الثانية تعرفنا عليه، بالسفرة الثالثة لما رحنا لأمريكا ابتدى بقى يحاول يبشرنا. من أكثر الأشياء كمان اللي كنت أحترمها بجوزي، كان في سنتين من حياته قضاها كمتطوع بالمحكمة الشرعية، فإنسان فاهم دينه. فاللي صار لما ابتدأوا هدول الناس يبشرونا، أنا لفيت رجل على رجل وقلت لهم كيف أنا أؤمن بإله بيأكل وبيشرب، وبين قوسين دائما نسمع دائما إخوة مسلمين. فقلت له أنا هون في حجر ما ممكن تزحزحوا، عطوني شاركوني بالكتاب. فسجلت أسئلتي على ورقة تواليت، ولما رحت عشان تهنيهم يعني شيء محرج يعني نعديها. في نظرة فوقية، في نظرة فوقية بالنسبة لي، أنا من خير أمة أخرجت للناس. فلما وكمان ناس هيك مبتسمين ولطيفين، فخفتي أسروا على زوجي. فردت، كانت طويلة، فردت ورقة للتواليت بالكنيسة. قلت لهم هاي أسئلتي. كنت محجبة ولا منقبة ولا؟ لا أنا كنت محجبة. ما قلت لك أنا تحجبت من قبل ما أتزوج جوزي. لما عرفت؟ فضلت متحجبة طبعا، وبالسعودية كنت منقبة حتى وانت في أمريكا يعني. يعني حتى بالطيارة كانوا للسعوديات، مع احترامي للجميع يعني، كان في كتير نسبة كتير كبيرة يشلحوا الحجاب، يدخلوا بشكل يطلعوا من التواليت مكياجين وشعر وثياب. أنا كنت الملتزمة الوحيدة، فقررت تبقى ملتزمة حتى وانت في شهر العسل بأمريكا. طبعا في شغلة فيها نار، لأنه النساء يعلقن من شعرهن، فهذا كنوع من أنواع العذاب. فاللي صار أنه بس حاب أحكي على رياكشن، ردة فعل المسيحيين بقلبي كنيستهم لما فردت الورقة تواليت وقلت لهم هاي أسئلتي. كان بالنسبة لي صدمة أنه ردوا علي بابتسامة وقالوا المهم تعرفي الجواب. فهي كان بالنسبة لي صدمة. المسيحيين لا، ما في أي شيء، بس هو زي إحساس داخلي إنه يسوع هو المسيح، هو ابن الله. بس الاعتراف باللسان مش سهل. أنا فاهم. أنا بس ليه جاك حلم يعني؟ واحد مسلم قاعد بيجي حلم هيك يعني، ليه جاك حلم؟ هل فضلت أسئلة في دماغك وأنت رحت كلمتهم، صار عندك نوع من التساؤلات لا شعورية في بالك، شيء من هذا القبيل يعني؟ ليه بعد لقائك ورجوعك للسعودية حصل حلم؟ يعني أي مشاهد مثلي حيسأل. فهو بأمريكا يعني قالوا لي صلي، أنت صلي على هذا الموضوع. فأنا قلت أوكي أصلي، ما في عندي مشكلة. على أي موضوع؟ على موضوع المسيحية صح ولا غلط. فقلت أصلي، فرحت صليت الصلاة الإسلامية اللي هي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فقلت خلاص أصلي هذه الصلاة وصليتها. تاني يوم سألوني ها صليت؟ أقول لهم إيه صليت. يقول ها إيش صار معك؟ أقول ولا شيء، ما صار شيء يعني الصراحة يعني. ما كان في شيء.